الصور التاريخية لمدينة العرائش وعروض الفنون الشعبية بمختلف ساحات المدينة. وفي بادرة من أعضاء الجمعية وليس ككل سنة، ارتأينا هذه السنة تقريب احتفالاتها من سكان القرى المجاورة للمدينة وإدخال البهجة والسرور لعدة دواوير من خلال أنشطة متنوعة. والسيد رئيس المجلس الإقليمي، والسيد رئيس مجلس البلدية، والسادة البرلمانيين، والسادة ممثلي السلطات المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة والطرق الملكي والوقاية المدنية، وجمعية القناص القطرية في شخص رئيسها السيد علي فاتي محمد إبراهيم المحشادي والوفد المرافق له. حضرات السيدات والسادة، إنه لمن دواعي السرور والابتهاج أن أشرف على إعطاء افتتاح الرسمي للدورة 12 من مهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث الذي تنظمه جمعية عبد الصمد الكنفوي، والذي أنعم عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأن أسفره بالرعاية السامية. إن مهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث هو تعبير من ساكنة وزوار مدينة العرائش عن فرحهم بعيد العرش المجيد وتربع سيدنا نصره الله على عرش أسلافه الميامين، هو تعبير صادق وعفوي من المجتمع المدني بهذه الذكرى الغالية التي تعبر بصدق عن تلاحم الشعب بالمؤسسة الملكية وتشبك بأهداف أمير المؤمنين نصره الله. يضم هذا المهرجان فقرات من الموسيقى والفنون الشعبية والرسم والمسابقات السلوكي ومعرض الصور القديمة لمدينة العرائش، ولا يفوتني من أن أنوه بمساهمة بل مشاركة جمعية القناص القطري للدورة 11 على التوالي. ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يوافق يوم 30 من يونيو. السادة الحضور الكرام، إن جمعية القناص القطرية هي شريك داعم في تعزيز ثقافة الصيد التقليدي، ونحن حريصون على هذه المشاركة والشراكة الدائمة المتجددة والمتميزة مع أشقائنا للعام 11 على التوالي. فمنذ المشاركة الأولى ونحن نفتخر ونعتز بوجودنا معكم في هذا المهرجان التقليدي الأصيل. كما عودتكم جمعية القناص في الأعوام السابقة بتنظيم المسابقات والأنشطة التي تحمل الثقافة والترفيه، ها هي هذه العام بينكم لتقدم المزيد من المتعة والتشويق من خلال إقامة مسابقة السلوكي والرماية ومسابقة الرسم، بالإضافة إلى مسابقة الرماية بالسهام. ومن هذا المنبر ندعو جمهور العرائش الكريم وكل زوار المدينة إلى زيارة جناح جمعية القناص بحديقة الأسود والتعرف على التراث القطري والاستمتاع بمعرض الصور والمسابقات والفعاليات المخصصة للأطفال. وفي الأخير نشكركم على كرم الضيافة.